أخيرا هناخد عن البنك الأهلي تاني خبر مهم جدا. احنا بنهنئ طبعا البنك الأهلي المصري، بنهنئ الأستاذ هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، ونخص بالتهنئة كمان إدارة التنمية الاستدامة الاستراتيجية برئاسة السيدة نرمين شهاب بحصول إعلان البنك الأهلي المصري اللي اتذاع في رمضان اللي هو خاص بالفروع الإلكترونية على أفضل إعلان من إحدى المنظمات الدولية وهي أفريكان كريستال ميديا أند أدفرتايزنج سوميت. تم اختيار هذا الإعلان وإحنا كنا شرفنا إن إحنا كان أحد الشاشات اللي بتعرض هذا الإعلان وكأفضل إعلان في رمضان 2019. كمان حصل على أفضل علامة تجارية في خلال شهر يونيو ما بين المؤسسات المالية بفارق كبير بينه وبين باقي المؤسسات. حقيقي البنك الأهلي المصري مؤسسة اقتصادية عظيمة ورائدة بنفتخر بها، ولا كمان لا يمكن نهمل دور البنك الأهلي في المسؤولية المجتمعية. يعد البنك من أكبر البنوك وأكبر المؤسسات على الإطلاق اللي بتساهم في مجال المسؤولية المجتمعية في كل المجالات، أهمها التعليم والصحة والعشوائيات. البنك الأهلي المصري قطع أشواط كبيرة في طريق دعم وتمويل مجال التنمية في المجتمع على مستوى الجمهورية، خاصة المناطق النائية. بيخصص مليار جنيه لأعمال التنمية المستدامة والمجتمعية، وشارك في تطوير 27 مدرسة على مستوى الجمهورية، وشغال على 25 مدرسة أخرى. بخلاف خدماته في مجال الصحة والتدريب وتطوير العشوائيات، كل التحية لإدارة التنمية الاستدامة الاستراتيجية في البنك الأهلي المصري برئاسة السيدة نرمين شهاب وفريق العمل من شباب مصر الرائعين اللي دايما بيحققوا أهدافهم اللي بتطور وبتبني. بنهني البنك الأهلي بحصول إعلانه على المركز الأول ما بين إعلانات المذاعة في شهر رمضان، وكمان حصول العلامة التجارية للبنك الأهلي المصري على أهم والمركز الأول فيه كعلامة تجارية على كل المؤسسات المالية في مصر في شهر يونيو الماضي. الجزء الأول من حوارنا انتهى، هنخرج فاصل ونعود لنجيب على السؤال المهم: كيف تهدر جهود الدولة المصرية في جذب الاستثمارات؟ هيكون ضيفنا وضيفكم النهاردة الأستاذ وائل عنبة الخبير الاقتصادي. هننتظر اتصالاتكم ومداخلاتكم معانا، انتظرونا.